كيلو من الأرز. الأرز اللي أنا مستخدميته هو أرز متوسط الحبة. راح أحط له هون اللحم المفرومة. طبعاً اللحم اللي أنا مستخدميتها هي لحمة غنم. أنا كاتب لكم في المقادير نص كمية الرز بناخدها لحمة. عندي هون الكمية كيلو أقل، راح أحط لها هاي الكمية من اللحمة. إذا حبيتوا تستخدموا المفروم البقري أكيد بصير، أنا حاط في المكونات، لكن لحمة الغنم بتعطي نكهة كثير. طيب راح نحط هون الملح، راح نحتاج كمان هون الفلفل الأسود، عصير الليمون حتى تضلها عندي الحشوة حامضة، وراح أحط كمان هون البهارات السبعة بتعطي نكهة طيبة، وراح أحط كمان معلقة كبيرة من السمنة، زيت النباتي. يعني حتى لو حطيتوا سمنة لازم تحطوا الزيت النباتي. وهلا هون بنحط الحشوة ونبلش نلفها. والوصفات المنوعة انك ترضي الناس فيها كمان، يعني ارضاء الناس اشي مش سهل. عندنا هون المكون الاساسي للتتبيلة اللي هو الكركم، البابريكا، البابريكا كمان بتعطي لون ذهبي، كمان زنجبيل بودرة. البهارات اللي بدي استخدمها راح احاول انه يكون لونها فاتح، راح نستخدم الزنجبيل البودرة، وراح نستخدم كمان هون الهيل المطحون. بتعرفوا اللحمة بتحب الهيل، تمام؟ وهلا هون راح احط الملح والفلفل الاسود، وهاي تتبيلتنا. طبعا الكميات حسب كمية اللحمة اللي انتو عندكم، يعني فانا تقريبا حطيت ملعقة صغيرة من كل نوع. هلا هون عندي البهارات البودرة، راح احلها بزيت النباتي، صارت معي جاهزة. وهلا نجيب الكتف، راح نحط التتبيلة. شوفوا ما احلاها. هلا هون راح نحط ورق العنب، طبعا الحصلبان بيعطي نكهة طيبة. بدنا نحط البصل، تمام، بس حبيتها لا متجلية معه لسه. ما في، انا اسمها الدتش هاي، انا كنت غايب عبد الله لما قريناها واحنا بالكلية. هلا هون بدي احط كمان الثوم، هاي المطيبات اللي بتعطي نكهة طيبة للكتف، فيعني هاي الأشياء الطيبة. بهيك عنا فرشتنا صارت جاهزة للكتف، بس هون بدي أصغر شوي، وبدنا نحط الكتف. فهيك عندي الكتف. هون شو حاطين؟ حاطين ورق العنب. طبعا إذا عندكم كمية، أنا لأنه الكتف عندي كبير أخذ كل الكمية. شايفين هون الفراغة الموجودة، هاي الفراغة بس اورجيهم اياها، الفراغ الموجوده عندنا هون بتعبوها كلياتها ورق عنب. يعني انا بتلاقيني حطيت فيها كميه كبيره من ورق العنب. شو بتلاقي؟ ورق العنب شارب كل الدهن تبع الخروف، وابدا ما تخافوا ورق العنب كلياته بيستوي عندنا. بدنا نغلفه كثير منيح حتى نحبس البخار كلياته جوا القصدير. وشغله ثانيه، حتى دهن الخروف ما يطلع، يعني احنا الا تينزل منه بالصينيه، بس بدنا نحاول قد ما نقدر انه يضل جوا، انه يضل جوا، نضلنا حابسينه جوا. الله.